يا هلا رفقاتنا من تونس، ان شاء الله تكونوا منيح، ان شاء الله تكونوا بخير. فاجانا كثير سجستشنز، اعملي لنا رياكشن على جونيور حسين وتراك اسمه رام الله سبيسيفيكلي. فانا قلت يلا خلينا اعمل لكم رياكشن على هذا التراك، هيك كثير مطلوب. باي ذا واي، اذا مش عاملين سبسكرايب ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، اعملوا لي فولو على ماي سوشيال ميديا بلاتفورمز تيك توك انستغرام، وحطوني بالكومنتس شو بدكم ياني اعمل، على اي تراكات بدكم ياني اعمل رياكشن. ويلا خلينا نبلش. ما بعرف، ما عندي اي فكره عن شو بيحكي تراك باي ذا واي. والشغله هي عرفت انه جونيور حسن يمكن كذا مره توقف كرمال تراكاته الراب، لان كثير بيحكي عن السوسايتي ويعني الكوربشن بالسوسايتي. فخلينا نشوف يعني. اوكي، رام الله جونيور. حبيت عاش فريد ومن سان حر من كشوم مولي الأقبار نايف العادة عاد. اي كل العرب محتلة، كل العرب محتلة، حومنا وفلسطين مقاومة، حومنا وفلسطين. جايز تحية لفلسطين، بعرف هلا أوضاع كتير صعبة بفلسطين، وتحية للشعب الفلسطيني، نحن دايما واقفين حدكم، والله يرحم الناس اللي ماتت باي ذا واي. وخلينا نكفي تراك. وكبيرنا الله كل العراق صدام حسين، سوسة تقول في رام الله في استعداد جنود الدين، زوالي جونيور بابا الله احكي حقيقة يا مساجين. كل العرب محتلة إلا حومنا وفلسطين، مقاومة وكبيرنا الله كل العراق صدام حسين، سوسة تقول في رام الله في استعداد. سوسة تقول في رام الله، سوسة هيدي فيل بتونس، هيدا اللي بعرفه، إنه عندي رفقة توانسة وسامع عن سوسة. جنود الدين زوالي جونيور بابا الله احكي حقيقة يا مساجين، تلخيص الفاكس من الوزارة جيبولي لي سب الحاكم تحويل وجه. جايز واو، شو صار؟ اوكي بس جايز سوري، بس لهلا مبلش تراك قوي كتير صراحة. جت طيارة فرخي هدت في مارا، فلسطين تستغيث والعرب بلا الوراء، استقلال خطأ أم حرف، حشد فلاق ومتطرف والمرحوم زيف تاريخ، مصبح الليالي نشيخ إنه مصبقته للأقبر، ربنا ولا صراحة كثير عم بيقول أشياء كخو يعني عن جد. جف ويستغيث جناشيخ صبت مطر، حبوا هجرة جماعية فكوا. جايز كثير عم بيقول كلمات على فكرة، ما بعرف إذا ما بعرف ليه ما بيعملوا سنسورد. هلا بعرف هذا التراك يعني انه المفروض المسج يوصلنا بطريقه دايركت. دولة ذيا واحنا تصنفنا خطر، حبوك جامي اونارير حبوك جامي اونارير وتبعته مقلع الفران شي. جايز شو صار؟ حبيت كثير هذا ما بعرف شو هالشيء. مشيت العين في العين، خاطر عيني في البصان، من اللي صغير عايش حقا كنسب، من اللي صغير عايش حقا مش بأربعين نحكي معك الدول. جايز اوه استورات، اوه درابون تبع المغرب، تحية مغرب. ريجين كان عرضوك مني نسخت اكل والفلوس فقوله الزق، ربي يعلم وين الطيش، بتذرت لي قال الحق غير سالي حال العيش. كل العرب محتلة الا حومنا وفلسطين. يا اخي عن جد حبيت كثير الرفران، كل العرب محتلة الا حومنا وفلسطين، حبيتها كثير. مقاومة كبيرنا الله كل العراق صدام حسين، سوسة تقول في رام الله في استعداد جنود الدين، تحية تونس جايز. الله احكي حقيقة يا مساجين. كل العرب محتلة الا حومنا وفلسطين، مقاومة كبيرنا الله كل العراق صدام حسين، سوسة تقول في رام الله في استعداد جنود الدين، زوالي جونيور بابا الله احكي حقيقة يا مساجين. زوالي جونيور بابا الله، ربي يدعي بالهدى ناس اللي عظم يتبلي، ما دام تحداك وميت عشنا الجوع والانهيار، عشنا الجوع والانهيار. جايز عن جد يمكن عم نعمل ديسكريبشن لكيف كانوا يعيشوا يعني، حبيت. واصلا مثل ما قلت يعني جونيور حسين كثير كلماته هارش كونسيرنينج يعني الجوفرمنت. عكار يستنى في اول تسليط، لا سماح ولا غفران، تومبان تزلق طول نحو القبيط، ريتو شيب للمعمل راسي طلعتو لعبات في سرامها، عرفت شكون حطامها، قادر نقصف لك دارك، مرتك كاي في عيني روحك مع صغارك، زيدوا جوله اضافيه. كثير في كلمه، كثير في كلمه صراحه يعني 18 بلس. نغصص لك امك بالشارك، اختك كان بالرسمي بنيه تعمل تورني على المارك، مرشد لنا بزوز عشال يوم وتارقوته 150، قلبه ربي يخدم في الدوله قول مترسم بالتامين. قالوا لا دريتوش البلاص تعدى طوع عنده دارجين، مشبر بازل سالم جي ثالث قتلة على اليمين، جبدوا ريقه من السروال فورماسيون تاع كامين، أربعة خمسة واحد تمشي راس حربة للمستعدين، بلاد ميردا. جايز اوكي انا فهمت ليه يعني عم بتقولوا لي اعمل لجونيور حسن، لان عن جد يعني شكله رابر عن جد مهم بتونس.
بالرسمي معلينا ملم لتعجوبني وخونا ورئيسها ما هوش صدام وشان في بطني عالحرية من الحقرة لزوني بكيت قسمت على اثنين قضية تغربت على امي والحيد دنيا ضيقة عليا مع 90 مربوط في بيت بعد الله حد ما يحكم فيا قلت الحق وسبيت ما قلت لك يا خراولك فيا يا حسان وركحهم وحسينة وفلاور سيتي حال غدران تقتحم شو ها فلاور سيتي ما عنده اي فكرة شو قصده جيفارا وشاكور في بيتي نجيب حقي حتى بالدم سبيت لي تعبت في تربيتي سبك مليون منتقم دمعت أمي مشات خسارة حسيبه دمعت أمي مشات خسارة والله ربي ياك الظالم اليوم في زنقة باكو تروف غدوة إن شاء الله يشوفني العالم يا أمريكا غدوة بكرة إن شاء الله تشوفني العالم كالي غوست ماشين جان مسلم كي محمد علي سقفها قرى وعربان على اليابسة تونس تغرق وتصنف جير قرصان خونا تجسوا على دروسي وكشفوا مراسم طقوسي واحد اغتيال قبطان ولي نافق ونوالنا العيب في صرم وعكاز علولو جسوني شفما في الجيب ووريتهم عمارة قلولو عيني فابل متصبيح مع الناش مع الفلس نفس الناجر كاز يحفر والذياب وتفترس جيب عشاك حلال وحرام ذاك حال المترو نص تحبني نخدم كندادي نهار واحد مذل سبيس فرحان مروح عيادي وشاريتي على سمع فاس حسبي ربي يا بلادي قتلتو في سبوبنا الاحساس كمصنا الشوفير الباقة ضحكنا عليه الركاب مساجين ثورة في تونس حسان يحكي مساجين ثورة في تونس على الرهاب امه قحبر يحكي صدفة كتيبة وراها سنين عذاب حبلو زير على ركايبها تلب الزبي ميداي تور بلاد قحبة مشرفها البرة قوة ربي يا جنيور صوتي واصل للسجون غصة في قلبي صوتي واصل للسجون حبيتها هيدا فهمي متغرب اليوم وصاحبي رياض حافظ لي فني نتكيف وسمايا مصحبة ونكتب مجاني نوم يا تونس يا اكبر قحبة الوحيد عليك النوم عصابة اليوم حسينة يا ربي الحال ما يدوم عصابة اليوم حسينة يا ربي الحال ما يدوم تحية فلسطين guys guys صراحة كتير حبيت التراك although يعني في some يعني unpleasant words بس انه حبيت the fact انه he's describing the situation بطريقة super 100% real وما بيستحي يعني literally ما بيستحي بس حبيت كتير هلا فهمت اللي عم تقولوا لي عمر رياكشن على جنيور حسان و not bad at all guys thank you so much for watching my videos و اكتبوا لي بالكومنتس على اي تراكات بتكون لنا عمر رياكشن اي تراكات لجنيور حسان اسمع و thank you تحية لكم bye guys see you